عسلامة، مرحبا بكم، إن شاء الله عامكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. نستقبل السنة الهجرية بالعادات والتقاليد اللي بالجهة متاعنا. نهار راس العام أنا نحضر شوية رفيسة، رشتة حلوة هذه مفورة بالزبيب والدقلة والفاكهة والعسل وفيها شوية عطارة. الفيديو متاعها موجودة في الشين، تنجمو تشوفوها. ونحضروا زيدا شوية غرايف مشحرة في العسل ومرشوشة بالفاكهة، زيدا كيف كيف الفيديو موجودة في الشين. ونحضروا كعبات عظم عربي، هذوما باش نجبنوهم، وشوية مرقاز نشويوه. المرقاز متاع العيد ما انا خليته هذايا طري، شيحته نهارين برك متاع شويين. وبالنسبة للفطور نص النهار نطيبوا برغل جاري بالقديد وبالمرقاز وبالعصبانة الشايحة، ونحطوا فيه زادة قديدة الراس. توا باش ناخذ هكا الحبات عظم هذوما باش نجبنهم. ناخذ الكعيبات نتاع المرقاز باش نشويهم. هذايا بالنسبة لفطور الصباح تاع نهار راس العام الهجري. وقبل بنهارين نبداو نحضروا زادة، نطيبوا نهير كسكسي ونهير ملوخية ونهار راس العام البرغل. كعيبات العظام هاني حطيتهم يتجبنوا، والكعيبات نتاع المرقاز هاني حطيتهم يتشويو. ما نحطوش زيت في المقلة، توا المرقاز هو اللي يسيب زيتو. توا هاني باش نقلبهم كعيبات، أكل بيا يتشويو. نشويوه على نار واطية باش يتشويو بالبدا. هو من مستحسن على الكانون، إذا كان نشعلو كانون يتشوي على الكانون خير. نقلبوه هكايا بالشريط الكل باش يتشوي لنا بالبدا. الكعيبات العظام تجبنو هاني توا باش نطفي عليهم، وكعيبات المرقاز زادا تشويو هاني توا باش نطفي عليهم. ونفنحهم هي المرقاز اللي شويته. طول الصباح احضر، وهني زدت حضرت معاه شوية عصير متاع غلة، غلة الفصل. انا حضرت عصير متاع وينة، الفيديو متاعه موجودة في الشاي. وناكلوا صحة وبالشفاء، وشاهية طيبة وبسلامة، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.